بعام 2014 وتحديدا 15 تموز أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالمي لمهارات الشباب إيمانا منها بأهمية ودور الشباب في نهضة الأمم وبناء المجتمع والارتقاء فيه، واحتفاء بالأهمية الاستراتيجية لتزويد هدول الشباب بالمهارات والإمكانيات اللازمة لتوظيفهم وتأمين فرص عمل ملائمة لهم. وأكيد كل هذا الشيء بهدف تحقيق ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل لشباب اليوم كوسيلة لمواجهة تحديات البطالة والعمالة الناقصة اللي للأسف رشا عم تواجه فئة كبيرة من الشباب. أكيد، ومن هذا اليوم أتاح اليوم العالمي لمهارات الشباب الفرصة وفرصة فريدة للحوار بين الشباب ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والشركات ومنظمات أصحاب العمل والعمال. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع وأهميته وأهمية هذا اليوم، وأهم شيء بتنزيل نسبة البطالة بسوريا. أكيد ضيفنا لليوم هو الأستاذ عبادة دعدوش، وهو الباحث بتطوير وتنمية مهارات الشباب. يسعد صباحك استاذ. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيك استاذ. بدايه يعني يمكن كلمه مهاره اكثر كلمه بنسمعها لما بندخل سوق العمل. اليوم حابين نركز على فئه الشباب ونحكي عن اهميه المهارات يلي لازم يكتسبوها وتعريف بشكل عام للمهاره. تماما. هلا المهاره اول شغله هي مثل ما ذكرتي انه هو مصطلح يتكرر علينا دائما، ولكن كثير عالم ما بتعرف شو معناته. المهاره هي عباره عن خبره وقدره في مجال معين. معناتها هي خبرتك وقدرتك في هذا المجال، بنسميها الابيليتي اند الاكسبيرت. طيب النقطه اللي بعدها، اليوم هي الخبره شلون احنا بنكتسبها؟ بنكتسبها من خلال التعليم الممنهج، ومن خلال التمارينات، ومن خلال الاستمرارية في التمارين. فأنا اليوم من خلال التعليم ومن خلال التدريب ومن خلال الممارسة في العمل بقدر اكتسب هالخبرة والمهارة. هي الخبرة والمهارة بتجي نتيجة شو؟ نتيجة التعليم والممارسة والتدريب المهني المستمر. بننتقل بعدها شو النتائج اللي ممكن تحصلها؟ بتحصل نتائج جميلة جدا، انه حيكون في عندك خبرة وقدرة عالية. فهون النقطة تبع تعريف المهارة. شو هي المهارات اللي احنا بنفضل انه كل شاب يكتسبها؟ انا بفضل انه كل شاب يحدد شو نوع موهبته عشان يعرف شو هي المهارات الأنسب له. هون عم نجي على موضوع جدا مهم وجدا حساس، شو تعريف الموهبة وشو هي الموهبة، شو الفرق بين الموهبة والمهارة. الموهبة هي شيء فطري، قدرة فطرية موجودة عند الإنسان مكتسب. عمل المهارة هي مكتسبة. أنا بكتسب اكتساب ممكن ما تكون عندي أو ما عندي أجزاء منها، فأنا بدي أضطر أنه أتعلمها من جديد من الصفر فينا نقول. تمام. فهون نحن اليوم بنحدد أنه للشباب بنفضل أنه يفوتوا بمجال هن موهوبين فيه ويكتسبوا فيه مهارة، فهنا يتشكل الإبداع. فالإبداع هو عبارة عن موهبة زائد مهارة، فبنقدر إحنا نكون الإبداع. فأنا بنصح كل الشباب أنه يحددوا نوع موهبتهم. طيب قبل ما نروح لأساسات ومقومات تطوير هي المهارة عند كل حدا من الشباب والصبايا، دائما ذكرت حضرتك بين الموهبة وبين المهارة في أساسات لنحن نقدر نعرف نحن شو توجهنا ونحن نعرف المهارة اللي نحن بنمتلكها. اليوم نحن كيف قادرين نكتشف هي المهارة؟ تمام. هلأ في 5 طرق أساسية لاكتشاف الموهبة والمهارة. خلينا نحكي بأكثر طريقة مشهورة هي التجريب. ممكن الواحد بيجرب عدة شغلات من هو وصغير، بيلاقي حاله بمكان معين مرتاح فبيفوت فيها. هي الطريقة جدا مهمة جدا جميلة، ولكن ممكن أيام نقصد على سوق العمل هون أستاذ. تماما. إحنا اليوم ممكن ما نفوت عليها على سوق العمل وحتى على المهارات. ممكن أنا أروح على المهارات الفنية، ممكن أروح على المواهب اللي تكون رياضية. بتلاقي الطفل مثلا هو وصغير أهله بيبعتوه على الرياضة، بيبعتوه على القتال، بيبعتوه بعدين على الفن، بعدين بيبعتوه على المهن. بجوز يفشل كل هدول. ممكن هلا ما حيفشل بكل هدول، لأنه كل إنسان موهوب ولكن موهبته مختلفة عن الثاني. أحيانا بكون الموهبة علمية. تماما. موهبة علمية. تماما. هي النقطة الأساسية. فنحن اليوم بدنا نجرب هي الطريقة الأولى. هلا هي الطريقة في إلى مساوئ ولا محاسن. الطريقة الثانية هي الصدفة، وهي أكثر طريقة منتشرة، أنه بالصدفة فات في هذا المجال لقى حاله أو ما لقى حاله. النقطة الثالثة اللي هي نقطة مهمة جدا، أنا أطلب من كل الناس أنه ينفذوها. في عنا دائرتين، دائرة اسمها دائرة الإبداع ودائرة اسمها دائرة الجهد. دائرة الإبداع يوم أنت تلاقي إنجاز أكبر بجودة أكبر بمتعة أكبر بوقت أقل وجهد أقل. عما دائرة الجهد
يوم أنت بتنفذ بجهد كتير كبير وبوقت كتير كبير بتلاقي إنجاز قليل وجودة قليلة ومتعة قليلة. فهون لا. أنا بدي بعد عن هذا المجال. كيف منلاقي هذا المجال؟ أنا بفوت بالمجالات اللي أنا برغبة. مثلا أنا حابب مثلا مجال إعلام، شوف قديش أنا عم أقعد فيه، عم أقعد 4 ساعات 6 ساعات. مجال المونتاج عم أقعد فيه 4 ساعات 6 ساعات. فتت مجالات مهنية مثلا تعلمت على حلاقة، هل أنا مبسوط ومستمتع أنا وعم نفذ هذا الشيء؟ إذا لقيت حالك مبسوط ومستمتع وعم تعطي إنجاز كبير بجودة عالية بوقت قليل، فمعناتها أنت مبدع وموهوب في هذا المجال، فخليك بهذا المجال واستمر عليه. كان الحب هون كتير بيلعب دور أساسي وقت أنت بتحب تقدر تعطي بالشيء الإيجابي يعني. تم العكس صحيح. وهي النقطة أساسية، إنه الإبداع يتشكل من 4 مهارات أساسية: الموهبة، المهارة، الرغبة واللي هو الشغف، ثم الفرصة. الفرصة مهمة جدا وحنتعلم كيف ندخلها. تمام، يعني فينا نقول هلا اكتشفنا الموهبة عند الشباب، كيف ممكن نطورها؟ أكيد هي اليوم بحاجة لمعارف، لخبرات، لمعايشة للوسط المحيط. خلينا نوضح من حضرتك شو هي الخطوات أو الطرق الأساسية اللي نحن لازم نتبعها لحتى نطور من مهاراتنا. تمام، أول مرحلة احنا اكتشفنا الموهبة أو اكتشفنا شو هي المهارة ممكن احنا نتعلمها. الموضوع الثاني اللي احنا بدناه هو تقبلها. شو معنى تقبلها؟ أنا بدي أتقبل هذا المجال، بعرف إنه هذا المجال ممكن صعب، بده وقت، ما في شيء بيجي على السريع. واليوم أغلبية شبابنا مستعجلين، بدهم بسرعة المصاري، بدهم بسرعة الشهرة، بدهم بسرعة إنه يكونوا أفضل ناس في هذا المجال. لا شيء يجي بسرعة، كل شيء يحتاج إلى وقت. بمقدار الاستعداد يكون الإمداد، بمقدار العمل تكون النتيجة. الشغلات بدها وقت، بس بالأخير الإنسان بيصل، بس بيحتاج إلى شوية وقت. فأنا اليوم بدي أتقبل هالفكرة، بدي أتقبل شو مجال عملي، وبدي أتقبل المحيط اللي حوالي، إنه ممكن المحيط يكون سلبي، ممكن يكون داعم، ممكن ما يكون داعم. هذا الشيء لازم أتقبله وأعرف أتعامل معه. النقطة الثالثة اللي بعدها، أنا بعد ما أعمل هذا الشيء بدي بلش دير مهاراتي. شو يعني دير مهاراتي؟ أنا حدد قديش عندي مهارات. والله أنا عندي مهارة مثلا تصوير، عندي مهارة المونتاج، عندي مهارة الحلاقة. أنا أي واحدة بدي أعتمدها؟ دائما مفضل أنه أعتمد الشاب لمهارتين: مهارة بتجيب الموني أي المال، ومهارة بتجيب الفني أي السعادة. ممنوع يشتت حاله بأكثر من هيك. ممكن نلاقي كتير شباب اليوم فايتين ب10 مهارات مع بعض، 10 أعمال صحيح. مع بعض، فهن قاعدين بحالة تشتت، فهن لا اكتسبوا خبرة بمجال ولا قدروا يتطوروا بمجال. لا، نحن بدنا نحدد مجالين، واحد يجيب لك المصاري، واحد يجيب لك الفني. ممكن اليوم بعض الأشخاص بيقول لك التمثيل ما بجيب مصاري، حلو خليه مع شغل ثاني. فأنا بقدر فوت من هدول الاثنين، قدر أنا كون بعد فترة بالفني بتقدر تجيب مصاري كثير كبيرة، وهي النقطة الأساسية. بننتقل للنقطة الرابعة اللي هي تطوير المهارات. أنا بشوف شو عندي هدول المهارتين تبع الفني والموني، بدي بلش اكتسب شغلات جديدة. ليه؟ سوق العمل اليوم هو صعب جدا، والفرص خلينا نقول انه عم تقل. طيب كيف احنا بشكل عام عالميا هذا الشيء، ونسبة البطالة عم تزيد عالميا، نسبة التضخم. طيب اليوم خلينا نحكي عن هذا الشيء، كيف انا اليوم بدي واجهه؟ كل شاب بده يواجهه من خلال زيادة فرصه، من خلال زيادة مهاراته. فبصير في عنده شيء اسمه قيمة مضافة، added value. كل ما يصير عنده قيمة مضافة أكثر، كل ما بصير طلبه للسوق أكبر، والسوق بيتطلبه بشكل أكبر. فاليوم كل شاب لازم أنه يطور مهاراته حتى يتطلب السوق، حتى يكون في له طلب على هذا المجال. فمثلا أنا اليوم مثلا حكينا على التصوير، أنا اليوم لازم طور حالي بشغلات ما أنا موجودة في محيطي. ممكن أجيب أجهزة معينة، ممكن أتعلم على مهارات معينة. إذا أنا بالمونتاج ممكن أتعلم مونتاج جديد، أتعلم بعض الحركات اللي هي ما لها موجودة بالمحيط، فممكن أنا أنطلب بشكل أكبر وبمعاشات أكبر. النقطة الخامسة وهي نقطة جوهرية، توظيف هدول المهارات اللي تعلمتها. في كتير شباب بيتعلموا بس ما بيعرفوا وصفه، يقول لك ما في فرصة. أنا أنصح جميع الشباب أن يصنعوا فرصهم بأنفسهم ولا ينتظروا أحد لكي يطلبهم. كيف؟ أنا اليوم منتج، ساوي مونتاج لشركة ببلاش، تسويق لنفسك، وعمل عليه أي كلمة وحتبعته، فبصير في عندهم معرفة بهذا الشيء. طيب بيقولوا لك تفضل تاني مرة مضطرين يتعاملوا مع هذا الشيء. بعض الأشخاص بيقولوا لك هي الطريقة غير مجدية، بيقول لهم بالعكس، اليوم من أهم طرق لتسويق الذات هو أنه تقدم عملك وتورجي نماذج، بس أهم شيء تعرف تضل محافظ على اسمك. أنا ما بدي ساوي كل شيء مجانا، لا، بدي ساوي بعض الأمور لبين ما أطلق اسمي، أطلق شو هي خدماتي السوقية، ثم بدي أعرف سعر. وهذا الأمر اسمه تسعير الفرص وتسعير الذات وتسويق للذات. طيب هذه الكلام اللي عم نقوله كتير جميل، كونه نحن عم نحكي يعني بمهارات وتقييم، ولكن
بنظرك استاذ اليوم هل سوق العمل او الواقع الاقتصادي بالبلد عم بيساعد الشباب ليكونوا ضمن هدول المهارات ويقدروا اليوم ما يتشتتوا؟ يعني ذكرت حضرتك نقطه انه اليوم عم نشوف الشاب بكذا عمل، يعني وهو المفروض يكون باثنين، يعني بين الشغف وبين المصاري يعني، ولكن اليوم ظروف الحياه عم تفرض انه يكون باكثر من مجال يعني، وهي المشكله هي عقبه كثير بشعه يعني وما في حل. اليوم عم تقول اخلقوا فرصة، لأن اليوم كيف أنا قادرة اخلق فرص من لا شيء يعني؟ تماما، جميل جدا. أول شيء الواقع 100% مثل ما حكيتي، الظروف صعبة، الإمكانيات قليلة، ولكن نحن في عنا خيارين، يا أما منكون قاعدين وعم نحكي بس بهذا الكلام من دون ما نتمرن، من دون ما نعمل أي شيء، وممكن بنفس الوقت نصنع فرص. أنا في عندي ومدرب عشرات ألاف المواهب موجودة في سوريا، واليوم حصلوا على جوائز عالمية، في منهم طلعوا على مستوى العالم بترتيبة عالمية، سواء بالفنون القتالية، سواء بالمونتاج، سواء بالتصوير. كمان هن موجودين ضمن هدول الظروف، حقلكم الظروف صعبة أوكي، بس هذا الشيء أنا اليوم لا يعني بأنه نوقف، لا، أنا لازم أسعى ودائما من مقدار الاستعداد يكون الامداد. في نقطه مهمه كمان، انه انا ما اقعد مع مدراء الشركات بيقولوا لي ما في موظفين، فنحن اليوم قاعدين بمشكله انه الشباب بيقولوا لي ما في شغل، وبقعد مع مدراء الشركات بيقولوا لي ما في موظفين، بقعد مع اشخاص برا بيطلبوا دائما موظفين، لانه اليوم كثير بيطلبوا الموظفين، خصوصي لانه الشباب السوريين في عندهم مهارات عاليه أكيد. فدائما بيطلبوا من برا، بيقولوا لنا انه ما عم نلاقي الشباب المهارات عاليه، فنحن اليوم امام معادله صعبه. مثل ليش ما تكون المعادله بين سوق العمل والرواتب؟ يعني كمان اليوم مشكله، يعني وقت انا بدي اطلب موظفين وتكون الراتب صحيح. اليوم ما بيناسب الوضع الاقتصادي، كمان مشكله هون، وهي مشكله كبيره جدا وانا معك فيها. بس انا حاقول لك شغله، يوم مدير الشركه او صاحب الشركه حتثبت له جدارتك، انت حتمسكه ما هو بمسكك. يعني بقول لك شغله، اليوم في بعض الاشخاص موجودين ضمن عمل بياخذوا رواتب هي فلكيه، طيب شو السبب؟ بيقول لك انا ماسكه لصاحب الشغل بمهاراتي، بقيمتي المضافه، بمهارتي اللي ما حدا بيقدر يساويها، انا بتحكم فيه ما هو بيتحكم فيني. ليش قلت لك يجب على الشاب انه يخلق فرصته؟ شو معناته؟ انا اليوم ممكن اقدم شغله بشكل مجاني، يجي شخص يعطيني راتب قليل، اقبل فيه اول مره، ثاني مره، ثالث مره، قال له لا هالمرة وقف عندك، صار وقت أنا زود عليك. تمام. أنت عم تربح الرقم الفلاني، يلا أنت اليوم تقدر تصير تبازر. وللأسف نحن عم نحكي واقع، ولأنه عم نحكي واقع أنا مضطر أعلم الطريقة هاي للأشخاص. يعني أنا بدي يكون اليوم الشاب يجب أن يكون مدير، ويجب أن يكون محاسب، ويجب أن يكون مسوق، ويجب أن يكون مخطط لحاله بضمن هالظروف الصعبة. بعرف أنه أمر صعب، ولكن ما له مستحيل أكيد. وبعرف أنه هذا الشيء يجب أنه نشتغل عليه، ويجب أنه نشتغل عليه، وهذا الكلام الواقعي اللي ممكن تشوفه. فبعد فترة بتلاقي هو ماسك مدير العمل، وهو ماسك صاحب العمل، وبيشترط عليه السعر اللي هو بده إياه. فاليوم هي النقطة الأساسية لكل الشباب اللي يجب أن يعملوها، كل ما تطورت مهاراتكم أكثر وكل ما كنتم متميزين أكثر قلت منافستكم، فيكم تتحكموا أنتم، ما تخلوا حدا يتحكم فيكم. تمام، يعني نحن يمكن عم نحاول نركز أكثر ونحكي عن المهارة والمواهب الموجودة عند الشباب، لكن خلينا ما ننسى كمان دور الدراسة الأكاديمية، الشهادة الجامعية، قديش هدول الأمور اليوم قادرين أنه يثقلوا المهارات عند الشباب؟ هلا بصراحة الدراسة الأكاديمية والدراسة الجامعية هي ثقافة عامة مهمة جدا، ولكن اليوم يجب أن تقترن بمهارات عملية. الجامعة بكل أنحاء العالم لا تقدم إلا المستوى النظري والثقافة العامة، لأنه في شباب بتلاحظ أنه بيركزوا على شيء بيهملوا شيء ثاني، يا بتلاقيهم عم يركزوا على مهاراتهم ومواهبهم، يا بتلاقيهم لا خلص مكتفين بدراستهم. نحن ننصح دائما أنه يكون في اثنين مع بعض، أنه يكون الدمج مع بعض، واليوم الأهمية أنه يكون في الاثنين مع بعض لأنه حيساعدوا بعض. أكيد. اليوم أنت لما يكون عندك مهارات عملية سواء من خلال مهن أو سواء تدريب معين، وأخذت الدراسة الأكاديمية بترفع فرصتك في الدخول إلى سوق العمل بشكل أكبر. وأنا أنصح الشباب بفكرة، أنا لا أدعو دائما إلى عملية التوظيف قد ما أدعو إلى عملية أنه أنا لما أكون موظف أتمرن بهالوظيفة وأتعلم منها عشان أقدر أسس my own business، عملي الخاص. ممكن يكون شيء بسيط، ممكن يكون أونلاين لبرا. واليوم نحن في مجتمع قابل على الذكاء الاصطناعي، قابل على التجارة الإلكترونية، قابل على كل شيء منفتح على العالم. فيجب على الشباب أن يتعلموا مهارات التكنولوجيا، بدهم يعرفوا أكثر شو هذا الذكاء الاصطناعي، شلون أنا بقدر وظف هذا الذكاء الاصطناعي في عملي. اليوم في كثير مهن مهددة بالالتغاء ومهددة بالانقراض من وراء الذكاء الاصطناعي. فأنا اليوم كشاب يجب علي أنه أعرف هدول المهارات. طيب هدول المهارات شو بدي تعرفهم؟ بدي أعرفهم من خلال الجانب الأكاديمي، بدي أحضر دورات بهذا المجال، بدي أعرف في هذا المجال. فأنا يجب علي أنه أتوازن بين المهارة النظرية والمهارة العملية، أو الخبرة العملية والخبرة النظرية.
يعني تزيئا على كلامك، اليوم معظم الشركات وسوق العمل عم يطلب المهارة قبل والخبرة قبل الشهادة الجامعية. خلينا نروح هيك بسؤال لأهمية هذا اليوم العالمي لمهارات الشباب، قد ايه هو اليوم مهم؟ طبعا هو له أهمية كثير كثير كبيرة لسبب بسيط جدا، بأنه اليوم كل الشباب هم نبراس المستقبل. يعني أنا ما فيني حدد مستقبل الزمان إلا من الشباب، فأنا اليوم إذا ما اعتنيت بالشباب فإذا مستقبلي هو مدمر. فاليوم يجب علينا جميعا أن نعتني بموضوع الشباب، لأن الشباب هم مستقبلنا. اليوم الشباب متشتتين بين الاستعجال في كسب المال، بين بعض الأمور الخاطئة. في منهم من عم يكون عم يمشي صح بحياته، ولكن ما عنده التراتبية الصحيحة، ما عنده الوعي الكافي. فكان هذا اليوم هدفه الأساسي هو التوعية في مجال معرفة مهارات الشباب واكتساب مهارات الشباب، وتعرفة كيف احنا بنقدر نكتشف مواهبه ونطورها، وحتى نعطي فرصة جديدة للشباب لأن يجدوا مكانهم في سوق العمل. فهذا اليوم جدا مهم، له نتائج عملية كتير كبيرة على التنمية المستدامة وعلى تطوير المجتمعات وعلى فهم الشباب لأنفسهم وعلى بناء المستقبل المشرق. تمام. يمكن أكثر سؤال شائع بخصوص هذا الموضوع أنه نحن شو المهارات اللي بيطلبوها دائما بسوق العمل بأي مجال؟ خلينا نوضح أو نعدد هي المهارات. اليوم ممكن عندنا مهارة التواصل، مهارة المرونة، خلينا نوضح شو أهم هي المهارات اللي لازم الشخص يلي بده يقبل على عمل يكون موجودة عنده. تمام. هلأ اليوم مهارات كثيرة بصراحة لأنه الظروف صعبة، فالواحد بده يضطر أنه يتعلم كثير مهارات. أول مهارة أنا بنصح فيها كل الشباب أنه يتدربوا عليها من هلأ هي اللغة. اللغة هي المهارة الأساسية. أنا بدي أتعلم الإنجليزي، تمام، وخاصة هلأ إنه صار ثلاث أرباع الحياة معتمدة على الإنجليزي أو الفرنسي أو الروسي، أي لغة سواء كان حسب اختصاص الواحد أو حسب توجهه. صحيح. إذن اللغة هي نقطة مهمة جدا عشان المراسلات عشان العمل. النقطة الثانية هو الإكسل أو اللي هي برامج الكمبيوتر، هن مثل إكسل، الوورد، ممكن أنا باوربوينت، ممكن أنا أشتغل عليهم أتعلم عليهم حتى لو شيء بسيط. لأنه اليوم أي وظيفة بتطلب هدول المهارات، وأي وظيفة لازم أنت تعرف أقل شيء فيها. النقطة الثالثة اللي هي مهارة أساسية جدا هي مهارات التواصل والعمل مع الفريق. شو معناته العمل مع فريق؟ ممكن نلاقي بعض الأشخاص بيقول لك أنا بعرف أشتغل بس ما بعرف أشتغل مع حدا، بعرف أشتغل لحالي. بسوق العمل هذا الشيء شوي بيساوي بعض المشاكل سواء هون أو سواء برا. فأنا اليوم بنصح الشباب بأنه هدول ثلاث مهارات بشكل أساسي يعتمدوا عليها، هدول إضافية فوق مجال اختصاصهم. كل ما كان اختصاصهم توسعوا فيه أكثر وحصلوا على خبرات أكثر، كل ما أخذوا نتائج أفضل. ممكن أنه نضيف عليهم المونتاج، ممكن نضيف عليهم جرافيك ديزاين، بس هدول الشغلات ليست أساسية كمثل هدول الثلاثة المهمين. اليوم من النقاط الرابعة اللي بنضيفها هي التعلم أو الفهم في الذكاء الاصطناعي في مجال عملنا. يعني شو ممكن يساعدنا الذكاء الاصطناعي؟ اليوم التحرير صار ممكن أنت تراسل مع شيء تطبيق اسمه GPT، ممكن أنه يكتب لك كافة المحور اللي بدك تعده. ممكن أنت تقول أنا بدي أساوي مقالة، يقعد يساوي لك هالمقالة. فأنت اليوم لازم أنه تفوت هالمهارة الجديدة، غير المهارات تبعاتك لازم أنه تطورها بشكل مستمر. طيب سريعاً هيك بالوقت المتبقي، ما بين الإيجابيات، السلبيات، العقبات والحلول، يعني خلينا حلول جزء إسعافية ضمن الواقع اللي عم نعيشه خاصة الاقتصادي اليوم، شو بتحب توجه بعض النصائح، بعض الرسائل للشباب؟ النصيحة الأولى بأنه الاستثمار الوحيد الذي لا يخسر هو الاستثمار في الذات. أنا بعرف أنه الظروف صعبة كتير، بعرف أنه الوضع سيء وهذا الشيء على الجميع بكل أنحاء العالم، ولكن يجب على أنه كل شاب أنه يستثمر في ذاته بدل ما يستثمر في بعض الأمور الخاطئة. استثمر في ذاتك. شلون بستثمر في ذاتي؟ شاني كلمة استثمار في الذات؟ يعني أنا اليوم أصرف وقتي وجهدي ومالي حتى لو كان قليل على تطوير مهاراتي اللي أنا موهوب ومبدع فيها. ما حقلك حتجيب نتيجة بعد سنة، ولا حقلك حتجيب سنة بعد سنتين، حتلاقي بعد 3-4 سنين حتلاقي نتائج كتير كبيرة. وهذا الشيء عم نشوفه من خلال تجارب كبيرة، بس عشرت أنه تظل مستمر ودائما في عملية تطور مستمر. وأرجو من كل الشباب أنه يحددوا مجال يجيب لهم المال ومجال يجيب لهم السعادة. أكيد. وأهم من ذلك إذا دائما يعتمدوا على العلاقات، لأنه العلاقات وبناء العلاقات بيقدر يساعدهم في استحضار مال بشكل أسرع حتى يقدروا ينفذوا أحلامهم. أكيد. يعني بختام حديثنا معك حكيت كلام كتير مهم للشباب، وفعلا اليوم عندنا شباب موهوبين ومميزين، بتمنى أنه نستثمر طاقاتهم وإبداعاتهم بمجالات العمل. شكرا لك نورت صباح. أهلا وسهلا وصباح الخير. شكرا لك أستاذ. ودائما نحن بنقول خلق فرص العمل وسوق العمل يعني وتهيئة الفرص المناسبة. نحن عندنا اليوم مهارات وقدرات بحاجة لشوية دعم. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك.